يسعد صباحكم، يعطيكم العافية. صباح النور يا فيك دكتور؟ ربا. يلا شوية دقيقتين ونبلش إن شاء الله، لأنه يعني عشان الجميع يكتمل أو العدد يكتمل إن شاء الله. أوكي، الله يسعد صباحكم جميعا، يعطيكم العافية. المرة الماضية خلصنا الشابتر الأول وحكينا بريفلي عن البولار بوند والبوند دايبول مومنت. برجع بسرعة إنه أرجع أعيد الدايبول مومنت كيف بتصير. هلا أول شغلة احنا بنعرف انه البولاريزيشن اللي بيصير وين ما كان، يعني اي بولاريزيشن، اي تقاطب او قطبيه بيصير بين الشحنه السالبه والشحنه الموجبه، الشحنه السالبه والشحنه الموجبه. اذا كان التقاطب او هذا القطبيه هاي كامله، ايش يعني كاملة؟ يعني شحنة سالبة كاملة وشحنة موجبة كاملة، بصير قطبية كاملة وبصير المركب ايوني او بتصير الرابطة ايونية. اذا عنصر فقدت الكترون بالكامل، فقد كامل، صارت شحنتها موجبة. اما اذا ما فقدت كامل وتشاركت، بصير هون الفرق في الكهروسالبية. خليني يعني أعمل شير سكرين وأفرجيكم أنا شو بقصد. يعني لنفرض أنا عندي Na عليها إلكترون واحد في مدارها الأخير، Cl عندها 7 إلكترونات في المدار الأخير. إذا اجتمعوا هذول الاثنين مع بعض، الإلكترون تاع الصوديوم راح ينتقل انتقال كامل للكلور، وبالتالي الصوديوم راح ياخذ شحنة موجبة بالكامل، والكلور رح ياخذ شحنة سالبة بالكامل. بس لو اجينا حكينا على الكربون مع الكلور، رح يصير في رابطة هنا. ليش رابطة؟ لأنه الكلور لا يستطيع أنه يفقد هذا الإلكترون، والكربون لا يستطيع أنه يفقد هذا الإلكترون. كوفالنت بوند. فبالتالي بصير بيناتهم مشاركة. بس المشاركة هاي مش واحد لواحد. كيف يعني مش واحد لواحد؟ يعني لو اجيت انا وليان اللي سألت، قلت لها يا ليان انا وياكي بدنا نفتح شركة، بدنا نشتري تاكسي ونفتح شركة، او اقول لكم بدنا نفتح مكتب تاكسيات. مكتب التاكسيات هذا فيه 6 سيارات، في 6 سيارات، حق السيارة 5000 دينار، 6 × 35 ألف، وقولوا 10000 تكلفة التاكسي المكتب، هاي 40000 دينار. أنا بدفع 20 وليان بتدفع 20، فبالتالي الشركة إلي ولليان نص بنص.
نص بنص. بس والله انا اجيت قلت لها ليان، والله انا يا ليان بصراحه معيش المبلغ هذا كله 20,000. طب قديش معك؟ معي 15. قال لا طيب انا بدفع 25 وانت بتدفع 15. منضلنا شراكه بالتاكسي او بمكتب التاكسيات، الا انه الكلمه لليان لانه هي مساهمه اكثر بالدفعه. تمام. نفس الشيء الالكترونات. اذا انا وشريكي إلنا نفس الكهروسالبية، إلنا نفس الكهروسالبية، فبالتالي هدول الإلكترونات بيكونوا in between. إيش يعني in between؟ يعني بالنص بالضبط، لا أقرب للكلور هاي ولا أقرب للكلور هاي. ليه؟ لأنه الكهروسالبية تاعتهم يعني مقدار جذب الإلكترونات متساوي، مقدار جذب الإلكترونات متساوي، إلا أنه بين الكلور والكربون الإلكترونات هدول هيك يعني أقرب للكلور منهم للكربون. طب ليش أكبر للكلور منهم للكربون؟ لأنه مقدار جذب الإلكترونات للكلور أعلى من مقدار جذب الإلكترونات للكربون، فبالتالي الإلكترونين هدول ما بيكونوا بالنص بالضبط، يعني بيكونوا محايدين شوية لجهة الكلور. طيب إذا بيكونوا محايدين شوي لجهة الكلور، شو بتكون شحنة الكلور يا ليان؟ سالبة. جزئية سالبة. أيوة. شحنة جزئية سالبة. طب بالمقابل شو بكون الكربون؟ partially positive. شحنة جزئية موجبة partially positive charge. هاد اسمه dipole moment، وهو اللي بيشكل الدايبول مومنت، هو اللي بيشكل الدايبول مومنت. طيب شو بهمنا هذا؟ بهمنا بشغلتين. الاولى انه الكربون مع الكلور فور اكزامبل، زي ما شفنا قبل فتره فهمتي كيف بيجي اتجاه السهم يا ليان؟ اه دكتور فهمت. ممتاز. هاي اسمها البوند بولاريتي. البوند قطبية الرابطة، هاي الرابطة اسمها بولار كوفالنت، هاي اسمها بولار كوفالنت الرابطة. اوكي، بس مش شرط المولكيول كله يكون بولار، يعني ممكن يكون في المولكيول بولار بوند بس مش كل المولكيول بولر، وممكن يكون كل البوليكيول بولر. طب كيف بنعرف هذا الحكي؟ بنعرف هذا الحكي فيزيائيا، بنعرف هذا الحكي فيزيائيا زي ما موجود هون.
It depends on the net forces. Okay, exact. فيزيائيا شو بقولنا يا ليان بالعربي؟ خليني أشرحه بالعربي. بقول لي محصلة القوى، إذا كانت محصلة القوى تساوي صفر معناته المركب ككل مش بولر، وإذا كانت محصلة القوى لا تساوي صفر معناته المركب كله بولر، المركب كله بولر. وإذا كان المركب كله بولر رح يفيدنا لقدام في الانتر مولكيولار فورسز، في الانتر مولكيولار فورسز. يعني فور اكزامبل السي سي ال 4 اللي شرحته الفصل الاسبوع الماضي كان نون بولر، مع انه البوند بين الكربون والكلور بولر، بس المركب ككل محصلة القوة كانت تساوي صفر، سو نون بولر مولكيول. لو اجينا لل NH3 زي ما انتم شايفين هلا، ال NH3 كل القوة باتجاه واحد طبعا، always اتجاه الالكترون او اتجاه البولاريتي باتجاه الالكترون. يعني هاي باتجاه اللون بير، دائما باتجاه اللون بير. ليه؟ لانها فولي تشارج، يعني شحنات سالبة هاي، فبالتالي هي الأولى أنه يكون باتجاهها الشورس. محصلة القوة هون not zero، صح؟ لا تساوي zero، فبالتالي هدول بولر، هدول بولر مولكيول. great. طبعا هون هاي المركبات راح تشوفوها لقدام، هاي المركبات راح تشوفوها لقدام فيش فيها بولاريتي، وبنحكي عنها لقدام. الانتر مولكيولار فورسز، هلا مين بذكرني في الانترا مولكيولار فورسز؟ انواع الروابط اللي اخذناهم قبل هيك، الروابط بين الذرات، مين بذكرني بأنواع الروابط بين الذرات؟ سيجما والباي؟ لا. الكوفالنت والأيونيك ولا لا؟ أيوة، الأيونيك والكوفالنت هدول روابط بين ذرات، بس في روابط تانية بين موليكيول بتكون أضعف من الروابط هذي. الروابط بين الموليكيولز، يعني الموليكيول ككل مع موليكيول تاني بيكون بيناتهم روابط. هذا موليكيول، وهذا موليكيول، بيكون بيناتهم روابط. صحيح يا فرح؟ هلا بنشوف شو هم الروابط. وفي روابط بين أتوم مع أتوم. الأتوم مع أتوم هاي كانت إما أيونيك أو كوفالنت، والكوفالنت كانت نوعين، إما نون بولر أو بولر. هلأ بدنا نشوف شو الروابط اللي بين الذرات. أول رابطة بين الذرات اللي هي اللندن فورسز، اللي منقولها فاندر فالز. الروابط الثانية اللي اسمها دايبول دايبول فورسز، وهاي روابط متوسطة، وهلأ منقولكم كيف جاية. وأقوى انتر مولكيولر فورسز اللي هي الهيدروجين بوندينج، الهيدروجين بوندينج اللي هي بين ال H و NO. تعرفوها NO؟ yes H with N
or H with O or H with F. بس مش مع بعض. مش H F هيك و H N هيك. لا. H في مولكيول مع F في another مولكيول. اوكي؟ هات افرجيكم كيف. هاي شير. انا هنا I don't mean ايوه I don't mean this HF HN HO هدول اسمهم كوفالنت مش هدول اللي قصدي عليهم اللي قصدي عليهم هدول يعني مثلا H2O مع H2O تانية هاي اللي قصدي عليها هاي اسمها هيدروجين بون هاي اسمها هيدروجين بون هاي خليها بالأخضر. هاي اسمها covalent bond. So the intra is the covalent bond? Yes, the intra covalent bond. But the inter hydrogen bond. بين مولكيول مع مولكيول. Okay. هلا بنشوف ال هلا بنشوف ال شو اسمه اوكي خلينا نبلش بالاضعف ونروح للاقوى ثم الاقوى ثم الاقوى لا خلينا نبلش بالاقوى ونروح للاضعف عفوا الهيدروجين بوندينج هو عباره عن سترونج دايبول دايبول انتراكشن او اتراكشن اذا ملاحظين إنه هاي H2O وهاي مولكيول تاني H2O وهذا مولكيول ثالث H2O وهذا مولكيول رابع H2O وطلعوا وين البوند البوند بين ال H من المولكيول هاد مع ال O من المولكيول الثاني ولو اجينا على ال NH3 هذا مولكيول وهذا مولكيول وهذا مولكيول وين الرابطة الهيدروجينية اللي بالأزرق هاي؟ هاي اسمها هيدروجين بوند. طب هاي ما هيها بين ال H وال O. كوفالنت بوند. Yes. هاي كوفالنت. شفتوا الفرق بين الهيدروجين والكوفالنت؟ Yes. Great. طيب شو بتفيدنا هاي الأمور هاي شو بتفيدنا انتو كلكم ميديكال ستادي تدرسوا يا طب يا تحاليل يا صيدلي يا دكتور صيدلي يعني الميكانيزمز بتاعت الدواء انتو انكلودد فيها يعني you like to study not you like you have to study the mechanisms of drugs في الجسم تاعنا على ايش بيعتمد الميكانيزم او على ايش بيعتمد الدرج في الارتباط في جسمنا بيعتمد على الروابط الهيدروجينية في المقام الاول مع الريسبتور مين الريسبتورز هلا لقدام شويه رح تاخذوا بالفارماكولوجي كيف بيشتغل الدواء يعني الميكانيزم تاع الدواء يعني انا كيف والله الاكامول البنادول او الباراسيتامول كيف بيعمل لي مسكن الباراسيتامول
بروح، تمام، بيعمل ارتباط مع ريسبتر معين، ارتباط هيدروجيني. الريسبتر هذا بيعمل انهيبيشن لأعصاب معينة، الأعصاب المعينة هاي بتخف عن الهيجان أو بتخف عن بيعمل مسكن. هاي الايبوبروفين، هدول كلهم اللي قدامكم مسكنات. مين هاد؟ شو اسمه التجاري هاد؟ زريع. فيتامين سي. زريع. أسبرين. الأسيتيل سلسليك أسيد. أسبرين. لا 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 مش لازم تحفظوا. فرح. This is just example. بس منشان أفرجيكم كيف الهيدروجين بوند أبليكابل على أجسامنا. يعني أنت ليه بتدرس أورجانيك كيمستري؟ ليش بتدرسوا هاي البيسك؟ مشان تطبقوها بحياتكم لقدام شوي. لقدام على خير وسلامة عند الدكتور نعيم والدكتور صهيب حطاب في الفارما راح تحفظوا كل شيء، بس عندي هون لا. احكي يا ليان تفضلي. دكتور كنت بدي أسأل، بس أنا هذا فهمت اللي حكيته، بس فيه في التعريف أول شيء حكينا إنه دايبول دايبول أتراكشن، ما فهمت إيش قصده. هلا راح أفرجيك دايبول دايبول إنتراكشن شو معناه. تمام. لما نروح على الدايبول دايبول هي، لما نروح على الدايبول دايبول، أوكي فهمتوا هون كيف بيصير ارتباط الدرج بالريسبتر عن طريق ايش؟ الهيدروجين بوند. نفس الشيء هون، نفس الشيء هون، هيك تمام. اوكي زميلتكم بتقول هذا الارتباط نوعه دايبول دايبول مومنت او دايبول دايبول اتراكشن. ايش يعني دايبول دايبول اتراكشن؟ اوكي ممتاز جدا، وانا بحب السؤال اللي زي هيك. طلعوا مشان نروح على اللي بعده. لازم نقول لكم شو يعني دايبول دايبول اتراكشن. Like hydrogen chloride. Yes. See what I will write. لو اجينا بدناش نقول NaCl، بدنا نقول NH3 او بدناش ماشي NH3 او HF. HF اسهل شيء. HF يا ليان، كيف اتجاه الدايبول مومنت هون؟ اي من ال H لل F، يعني ال H بارشل موجب وال F بارشل سالب. ايوه صح. دكتور طب لو اخذناها هاي وحطيناها جنب كمان F مع H هالمرة، العكس. عفوا بدناش ال F مع H، نفس الشيء خليه H مع F. بارشل بوزيتيف بارشل نيجاتيف، خذي كمان واحدة. صح؟ يس. هلا هذا كيف بيكون شكله في ال... يعني شكلا انسوكم من الاحرف، بيكون هيك شكله. صح؟ المركب بتحول لشكل هيك، جزء بارشل نيجاتيف وجزء بارشل بوزيتيف. لو جبنا كمان موليكيول جنبه
It will induce it. Yes. كمان مولكيول وكمان مولكيول partial positive partial negative partial negative partial positive. شو راح يصير هون يا ليان؟ interaction تجاذب يعني. شو راح يصير؟ طبعا هون مع جيرانها وهون مع جيرانها اللي هي مين؟ اللي هي كمان partial negative وكمان partial positive وكمان partial negative وكمان partial positive. مش هيك يا ليان؟ اه دكتور. هاد اسمه دايبول دايبول interaction. هذا اسمه dipole dipole interaction. فهمتيها؟ يعني دكتور قصد التجاذب ما بين dipole ودايبول. أيوة. المركب كله بيصير dipole. إيش يعني dipole؟ ثنائي القطب. dipole بالعربي ثنائي القطب. وهذا ثنائي القطب. أي جزيء ثنائي القطب. قطب موجب وقطب سالب. وصلت؟ آه دكتور يسلم. تمام. هلا الهيدروجين بوند هو عبارة عن دايبول دايبول انتراكشن بس بحالة خاصة. شي الحالة الخاصة اللي هي H مع F أو N أو O. هذه منقولها دايبول دايبول بس هيدروجين بوند. حالة خاصة. أوكي؟ وهيك بصير الارتباط تاعهم. وهيك بصير الارتباط تاعهم. تمام؟ وصلت هلا الرسالة؟ دكتور لو تعيد الهيدروجين بوند الحالة الخاصة اللي قلتها. يا محترم مين اللي حكى؟ أنا مؤمن. شو اسمك؟ مؤمن مؤمن مؤمن. تمام يا مؤمن. طلع يا مؤمن. هلا مش ال HF هي عبارة عن ارتباط الهيدروجين مع الفلور؟ اه مضبوط. تمام. وال HF الثانية هي ارتباط الهيدروجين مع الفلور. فلو حولنا هذول التنتين لبارشال بوزيتيف وبارشال نيجاتيف وبارشال بوزيتيف وبارشال نيجاتيف شو بيصير ارتباطهم؟ ما بعرف فاهمها يا دكتور الدايبول. استنى استنى خليك معاي بقى. اه خليك معاي. هاد دايبول تو دايبول انتراكت. تمام. دايبول دايبول انتراكشن. ايوه ايوه. هلا ارتباط الدايبول دايبول انتراكشن زي ما انت شايفه بارشل بوزيتيف مع بارشل نيجاتيف. بس اذا اجى الدايبول دايبول هاد اتش مع اف زي ما انت شايف او أو H مع O أو H مع N هو دايبول دايبول بس اسمه هيدروجين بوند. تمام؟ اسمه هيدروجين بوند. تمام. بس اذا اجوا هدول هلا هو دايبول دايبول يعني الثيوري تاعته دايبول دايبول بس هدول حاله خاصه تيجي الهيدروجين قويه اذا ارتبطت او الهيدروجين بوندينج اذا ارتبط الهيدروجين مع الفلور او الاكسجين او النيتروجين بتكون حاله خاصه من الدايبول دايبول بنسميها هيدروجين بوند. ما عدا هدول الثلاث روابط اسمهم دايبول دايبول مش هيدروجين بوند. هاي اللي قصدي عليه انه الهيدروجين بوند هي عباره عن حاله خاصه
من الدايبول دايبول انتر اكشن. تمام. وكمان في الدي ان اي، في الدي ان اي برضه الترابط هيدروجين بوندينج بين السلسلتين. هلا الدايبول دايبول فورسز من غير الهيدروجين معنوف، يعني اشكال تانية، يعني مثلا زي هذا اللي هو CH3Cl. CH3Cl لو اني انا بخربش لكم هون، كل منطقة الهيدروجين اخذت بارشل بوزيتيف والكلور اخذ لحاله بارشل نيجاتيف. الارتباط المرة اللي بعديها راح يكون بين الهيدروجين والكلور. هذا مش هيدروجين بوند، بس هذا دايبول دايبول. اوكي، هاد اسمه اتراكشن. طب هاد ريبولشن، ريبولشن تنافر يعني. طبعا هذا انكومون ما بيصير، لانه لا يجتمعان التشارجز المتساويه لا تجتمع او المتشابه. وصلت يا مؤمن شو الفرق بين الهيدروجين بوند لحالها والدايبول دايبول انتر اكشن؟ نفس الثيوري بس حاله خاصه. تمام. في حدا لهون عنده اي سؤال؟ هلا اللندن فورسز او الفاندر فال انتر اكشن فيري ويك فورسز. هلا هي برضه بترجع للبارشل نيجاتيف بارشل بوزيتيف، بس لحظي. ايش يعني لحظي؟ يعني الـ 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 المركبات اللي نون بولر، اللي نون بولر نتيجه لحركه الالكترونات داخلها اللي هي الحركه الطبيعيه للالكترونات، لحظيا لحظيا بتروح مره الالكترونات بهاي الجهه ومره بهاي الجهه، بس هاي اللحظيه ما بتعطي قوه للمولكيول، ما بتعطي قوة للموليكيول. اوكي، الدكتور can you say it again? Can you say it again? Can you say it again? اوكي، the van der Waals forces it's a very weak interaction between the molecules. The molecules are not polar. Not polar molecules. Like the hydrocarbons, for example, Dima. Okay. Like methane. CH4. It's not polar, yes? Yes. And other CH4. Is there any interaction between this molecule and this molecule? No. No, there is London forces. Okay. What is the London forces is? Yeah. In somehow, this molecule will give me partial positive, partial negative in a moment, something like that, momentally, by moment. In this moment, we can make another interaction between another one, but very weak and very rapid, because there is no dipole-dipole between this CH4 and this CH4. So okay. It depends on the movement of the electrons.
Yes, just because the movement of the electron. Okay. Yeah, and this one, we not count it if there is other interaction. Okay. Not count it. But if just this forces, we can compare. يعني بعيد بالعربي للطلاب الثاني. هاي الانتراكشن موجودة بكل المركبات. هاي تنتج عن حركة الإلكترونات الدائمة في الموليكيول أو في الذرات. فبنتج ها إشي بسيط من التجاذب. بس إذا كان في تجاذب ثاني يعني زي دايبول دايبول أو هيدروجين بوند هذه ما بنعتبرها لأنها فاضية. بس إذا ما كان في غيرها بنقدر نقارن فيها. كيف يعني؟ أنا بقولكم كيف يعني. يعني لو إني بدي أقارن, if I want to compare between CH4 مع C3H8, هذا non-polar وهذا non-polar ولا لا؟ بما انهم اثنين non-polar معناته اثنين عندهم لندن فورسز, مش هيك؟ اثنين عندهم لندن فورسز. بس مين عنده لندن فورسز اقوى, CH4 ولا C3H8؟ CH4. لا, C3H8 لأنه صار أكبر الموليكيول. صحيح يا رايا, هاي القوة موجودة بكل الجزيئات بس ما بنعتبرها, يعني بنعتبرها فاضية يعني like nothing. بس إمتى بنعتبرها؟ لما ما يكون في غيرها. لما ما يكون في غيرها يعني مثلا رحتوا على كوفي شوب, رحتوا على كوفي شوب, أنا والله بشرب مثلا بشرب كوكتيل فواكه عليه فستق, بشربش إلا هيك. كل ما أروح على كوفي شوب بطلبش إلا هذا. رحت على كوفي شوب طلع قهوة كذابية, يعني كاذب علينا وطلعت قهوة, ما عندوش إلا شاي وقهوة وبس وسحلب. فبدي أضطر أطلب يا شاي يا قهوة خلص, لأنه ما فيش شيء الطلب اللي أنا بدي إياه. نفس الشيء بالموليكيول بالكوفي شوب موجود قهوة وشاي, بس قليل لا حدا يطلبها, ما حدش بيطلبها. ليه؟ لأنه في أشياء تانية أحسن موجودة. بس بالقهوة العادية فيش إلا قهوة وشاي, مضطر تطلب يا قهوة يا شاي. نفس الشيء لندن فورسز, لندن فورسز موجودة everywhere. ليه؟ لأنه هاي عبارة عن قوة ناتجة عن حركة العشوائية للإلكترونات الدائمة, فموجودة وين ما كان. بس هاي الحركة العشوائية ما بتعطي قوة كبيرة من التجاذب, قوتها ضعيفة جدا مقارنة بالدايبول دايبول وبالهيدروجين بوند. بس إذا كان مش موجود لا دايبول دايبول ولا هيدروجين بوند, بعيننا الله بنقدر يعني بنحكي إنه والله عندهم لندن فورسز. فهدول المركبين عندهم لندن فورسز. ليه؟ لأنه هدول المركبين أصلا نان بولر وما فيهم هيدروجين بوند, وبالتالي ما عندهم إلا لندن فورسز. مزبوط هي ضعيفة جدا بس ما عندهمش غيرها, ما عندهم غيرها, فبالتالي بنعتبرها. طب أنت منقارن فيها لما ما تكون إلا هي موجودة. يعني بقارن أنا بCH4 مين مثلا أكثر boiling point, C3H8. ليش؟ لأنه عندها لندن فورسز أكثر من CH4. بس أوكي؟ تمام دكتور. تمام. في حدا لهون ما فهمش اللي أنا حكيته؟ دكتور بس ده سألك سؤال.
تفضل اسأل. كل ما كبر المركب يعني بيزيد فرص ايوه ولا كل ما انضم. كبر، ايوه كل ما كبر المولوكيولر المولر ماس، كل ما كبر باللندن فورسز بتزيد اللندن فورسز. دكتور تفضلي. دكتور بس شغلة صغيرة، بالنسبة لقوة لندن هي بتكون في الجزيء نفسه ولا لا بتنشأ ما بين الجزيء؟ الجزيئات، قوة لندن يا صبية هي عبارة عن قوة موجودة بين الجزيئات، زيها زي الدايبول دايبول وزيها زي الهيدروجين بوند، بس ضعيفة جدا، بس هي الفرق. أوكي اطلعوا، هاي الفرق في البويلينج بوينت بالبرانشينج. ايوه ممتاز ممتاز. اطلعوا الثلاث مركبات اللي قدامكم، الثلاث مركبات اللي قدامكم contain 5 كربون، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، يعني عندهم خمس كربونات. الأول كم هيدروجينة فيه؟ 12 هيدروجينة، 3 3 6 8 10 12. الثاني 3 و3 6 و3 9 و1 10 و2 12. والثالث 3 في 4 12. يعني كلهم هدول المركبات هم عبارة عن C5H12 isomers. Yes. Structural isomer. Structural isomer. Okay. شو بقول لي شو بقول لي هون؟ بقول لي إذا قارنت في البويلينج بوينت دائما اللونج تشين هو باخذ، طبعا انا بقارن بالبويلينج بوينت لنفس عدد الكربونات. ها يعني لازم اثبت دائما لما في مقارنه. اني كومبيرينج ديما، اني كومبيرينج ان ذا لايف وذ ماني فاكتورز يو هاف تو فيكس سم فاكتورز اند وان فاريبل فاكتور. اوكي اوكي يس. دائما وابدا اذا بدنا نقارن باكثر من عامل يا جماعه، لما يكون عندي اكثر من عامل للمقارنه بثبت عامل وبحرك عامل ثاني. هنا عامل عدد الكربونات بياثر في البويلينج بوينت. صحيح يا فرح، عامل لما بدي دائما اقارن، اما بقارن بعدد الكربونات او بقارن بالتفرعات، لانه هدول الاثنين تو فاكتورز عاملين بياثروا في البويلينج بوينت. اذا بدي اقارن بعدد الكربونات، كل ما زادت عدد الكربونات في المركب كل ما زاد البويلينج بوينت. تمام. طيب التفرعات كل ما زادت التفرعات للمركبات التي تتساوى في عدد الكربونات كل ما كان البويلينج بوينت اقل. يعني الخمس كربونات اذا كانوا على لونج تشين زي هاد بدون اي تفرع البويلينج بوينت 36، بس اذا كان عندي تفرع واحد بنزل البويلينج بوينت ل 28، واذا كان عندي تفرعين بنزل البويلينج بوينت ل 10 مع الاحتفاظ بنفس عدد الكربونات. وبالتالي كل ما زادت التفرعات في الهيدروكربونز كل ما البويلينج بوينت كان اقل. ايها the most highly branched isomer نيوبنتين، هذا اسمه نيوبنتين او تيرشري بيوتالينول، نبقى نحكي لكم شو الفرق بيناتهم بالاسماء لما نوصل للاسماء. has the smallest surface area، يعني ايش؟ يعني له
السيرفيس اريا اقل، وكل ما قلت السيرفيس اريا كل ما قل البويلينج بوينت. وهي الشكل البويلينج بوينت اند الانتر موليكيولار فورسز اللي قبل شوي حكينا فيها، البويلينج بوينت والانتر موليكيولار فورسز. شو علاقة البويلينج بوينت في الانتر موليكيولار فورسز؟ انا بقول لكم المي قديش الكتلة المولية إلها؟ 18. الإيثانول قديش الكتلة المولية إله؟ 78 صح؟ عفوا مش 78، 15 و 14 29 30 46. المولر ماس له 46. بناء على الحكي اللي كنت احكيه اول انه اللي له مولر ماس اكثر البويلينج بوينت تاعته اكثر صح؟ لو قارنا بين ال H2O وبين ال C2H5OH اللي هو الإيثانول، رح نلاقي إنه البويلينج بوينت للمية 100 والبويلينج بوينت للكحول 78، مع إنه نظرياً صحيح يا فرح، نظرياً المفروض انه الكحول يكون له بويلينج بوينت اعلى من المي لانه الكتله الموليه تاعته اعلى مش هيك؟ طب ليش طلعت المي اكثر؟ في رابطه هيدروجينيه. ايوه لانه عنده هيدروجين بوند، لانه عنده هيدروجين بوند اقوى من الكحول، اقوى من الكحول. الكحول عندها هيدروجين بوند بس المي لسه عندها اقوى من الكحول، عندها دبل الهيدروجين بوند. لو اجينا وقارنا بنفس عدد بنفس الكتلة المولية، قارنا بين الكحول وبين الإيثر، هذا 46 وهذا 46 بس هذا عنده هيدروجين بوند وهذا عنده نان بولر، بنلاقي البويلينج بوينت للإيثانول 78 والداي مثل إيثر ناقص 25، مع أنه هدول التنتين آيزومر ولا لا؟ إيش يعني آيزومر؟ إلهم نفس الصيغة الجزيئية وليس لهم نفس الصيغة البنائية. البنائي. لا يس ريت تمام. دكتور تفضلي احكي. دكتور ليش حسبنا الكتلة المولية للجزيئات؟ ايوه هلا لما بدنا نقارن بالبويلينج بوينت يا صبية قدامنا اكثر من نوع من المقارنة، اما بنقارن اذا تساوت الفورسز، اذا تساوى الفورسز بنقارن في الـ في الـ في الـ في الكتلة المولية، وإذا في عندي قوة بنقارن بالقوة، يعني بنثبت الكتلة المولية وبنقارنها بالقوة. هون شو عملنا؟ الكتلة المولية للإيثر والكتلة المولية للإيثانول متساوية صح؟ صحيح. بس لما إجينا فحصنا البويلينج بوينت لقينا الإيثانول 78 ولقينا الإيثر ناقص 25، مش بدنا تفسير للحكي هاد ولا ما بدنا تفسير؟ صحيح. ايوه شو التفسير؟ التفسير انه الايثانول بيملك قوى بتختلف عن الايثر، اقوى من الايثر للجزيئات، وبالتالي الجزيئات تاعت الايثانول متماسكه اكثر من الجزيئات تاعت الايثر، لهيك ما بتتفكك بسرعه. وصلت؟
وصلت وصلت. هلا شكرا. هلا ليش قارنت بين الميثان والبروبان قبل شوي؟ الميثان والبروبان يا صبيه ما عندهم قوى الا قوى لندن، فبالتالي القوى متساويه، انواع القوى متساويه. طب شو اللي مختلف؟ اللي مختلف الكتله الموليه، كل ما زادت الكتله الموليه بتزيد البويلينج بوينت. اكم نوع صرنا مقارنين؟ نوعين في في القوى وفي الكتله الموليه. شو ضل النوع الثالث؟ البرانشينج. ايش يعني البرانشينج؟ التفرعات. التفرعات زي هاي اللي قبل، التفرعات لما كان نفس عدد الكربونات، يعني الكتلة المولية هون متساوية يا صبية، صح؟ الكتلة المولية للبنتان الأول والآيزوبنتان والنيوبنتان متساويات، بس شو اللي أفرق بيناتهم؟ البرانشينج، التفرعات. التفرعات أيوة. وحسب ال 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 شو اسمه، شو بقول؟ إذا زادت عدد التفرعات بتقل الكتلة، بتقل البويلينج بوينت. بس هذا هو. ماشي. أوكي. Solve the problem. حلوا لي إياه هذا البروبلم. حلوا هذا في البيت. خلي لكم إياه في البيت. هيو مع إنه هيو محلول. مع إنه هيو محلول. طبعاً كيف من كيف من 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 حله هاد؟ اول اشي بنطلع مين اعلى بويلينج بوينت بين هاد وهاد. واحد هاد، هذا كم كربونة عليه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس كربونة. وهاد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس كربونة، معناته هاد وهاد نفس عدد الكربونة، بس هذا عليه تفرع وهذا ما عليه شي تفرع، فبالتالي أكثر بويلينج بوينت لهاد، معناته هذا رقم واحد. هاد رقم واحد وهذا رقم اثنين. هلا بنيجي لمين؟ بنيجي للبنتان والهكسان والبيوتان. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هاد وهاد نفس عدد الكربونات، ستة ستة، بس هذا ما عليه تفرع وهذا عليه تفرعات. وهذا زين هاز هاير بويلينج بوينت. اوكي، هذا الخمسه ذا ليست ذا ليتست وان، يعني هذا اقل بويلينج بوينت. ليش اقل بويلينج بوينت فيهم كلهم؟ لانه مليان تفرعات عليه تفرع وعدد الكربونات فيه خمسه. اقل عدد مين ثلاثة ومين أربعة؟ هذا رقم ثلاثة وهذا رقم أربعة. طب ليه؟ لأنه هدول بتساووا في عدد الكربونات يا جماعة، بتساووا في عدد الكربونات، إلا أنه هذا بتفرع وهذا بدون تفرع. معناته الرانكين كيف بده يصير؟ الرانكين بده يصير كالتالي. هيو أعلى واحد البنتانول، الواحد بنتانول. رقم اثنين البنتانول او الـ 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 الكحول اللي خمس كربونات بتفرع. رقم ثلاثة الهكسان بدون تفرع. رقم أربعة الايزومر للهكسان بس بتفرع. ورقم خمسة اقل واحد فيهم اللي هو البنتان اللي فيه خمس كربونات. دائما لما بدنا نحلل سؤال زي هيك بنحلله سيستماتيكلي. ايش يعني سيستماتيكلي؟ يعني نقطة 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 نقطة. هلا البولاريتي افكتس اون سوليوبيليتي، شو بتتوقعوا تأثير البولاريتي على السوليوبيليتي؟ كل ما زادت البولاريتي بتزيد السوليوبيليتي، والدلالة على هيك انه ملح الطعام، الملح بولر مش الملح ايونات طبعا، والايونات لما تنفصل اكثر شيء بولاريه اللي هي الايونات بتدوب في المي ولا لا؟ بس الزيت لانه نون بولر ما بدوب في المي.
مش هيك؟ It depends on the solvent. Okay. And what is the base or what is the like شو الجملة الأشهر هون؟ Like dissolves like. يعني المتشابهات في البولاريتي بتذوب بعض. يعني البولر dissolve in polar والنون بولر dissolve in non polar. الزيت مثلا زيت الزيتون مع زيت المازول لا بدوب ببعض. ليه؟ لانه الاثنين نون بولر. بس الزيت مع المي بدوب؟ no. لا، لانه بولر مع نون بولر، بولر مع نون بولر. وشوفوا كيف البولاريتي او الذوبان، الكونسبت تاع الذوبان بيكون. اطلعوا كيف الكونسبت تاع الذوبان بيكون، يعني كيف المية بتذوب الملح. هيك المية بتذوب الملح، بدخل الكريستال داخل المي، بتيجي جزيئات المي من جزيئات المي H2O هيك، من هون بارشل نيجاتيف ومن هون بارشل بوزيتيف بارشل بوزيتيف، صح؟ يس. اوكي، البارشل نيجاتيف بتروح بترتبط في البوزيتيف تشارج او بتحوط البوزيتيف تشارج، والبارشل بوزيتيف بتحوط النيجاتيف تشارج. هيك هاي اللي من جهه الاكسجين بيروح بيرتبط في البوزيتيف، واللي من جهه الهيدروجين بيرتبط في النيجاتيف او بحوطه، فبالتالي بيعمل شيء اسمه السولفيشن. السولفيشن اللي هو الذوبان. طب النون بولر مع النون بولر او النون بولر مع البولر، النون بولر بضل هيك مبتعد عنه، ما بحوط الاجزاء هاي. ليه؟ لانه ما في انتر اكشن بين النون بولر وبين الايون، بين النون بولر وبين الايون. يعني هلا حط ملح بزيت بدوب ولا بترسب؟ يس بريسيبيتيت، بترسب. ليش بترسب؟ لانه الزيت نون بولر وبالتالي لا يستطيع اذابه البولر. طب النون بولر سوليوت مع النون بولر سولفنت it will dissolve. يس. ليش dissolve؟ بفوتوا بقلب بعض، ما بيكون بيناتهم تنافر، ما بيكون بيناتهم تنافر، فبيدوبوا بقلب بعض فبصير بيناتهم solvation. طب النون بولر سوليوت مع البولر سولفنت it's the same، نفس الاشي، بضل بيناتهم حاجز، ما بيقدروا يفوتوا بين بعض. هيك ما بيقدروا يفوتوا بين بعض. ليه؟ لانه لا يستطيعوا، ما فيش بيناتهم interaction، ما في بيناتهم interaction. هاي الووتر والإيثانول. yes. إيه هنا بتشكل روابط بين جزيئات الماء، بس ما بتتشكل مثلا رابطة بين جزيء الماء والملح، ذرة الملح. لا مش ملح، هذا نون بولر. لا الرسم اللي بعدها اللي قبلها قصدي. هون؟ لا قبل لما أهل هون. هون؟ مالها؟ بتشكل روابط بين جزيئات الماء، بس الماء مع الملح ما بيكون في روابط بينهم، بس إنهم في روابط. هيها هذا الايون الموجب في الملح وهذا الايون السالب في الملح. الايون الموجب بروح بحوطه، مين بحوطه؟ بحوطه الاكسجين، بحيط فيه. طب شنو على الرابطه اللي بشكلها؟ ايونيه. ايه هيك تمام. طبعا بيعمل دايبول بولر بوند.
بولر بوند، ولا كيف بدوب الملح في الماء؟ هيك بدوب الملح في الماء. نفس الشيء هون، كيف بيرتبط الإيثانول مع الووتر؟ بروابط هيدروجينية، فبدوبوا ببعض وبيعملوا one layer. بدوبوا ببعض وبيعملوا one layer. تمام؟ هلا يا جماعة، هلا بدنا نفوت في درس جديد أنا ما بدي أدخل فيه، اللي هو الأسيد والبيت، لأنه يعني شوية بعيد عن اللي كنا نحكي فيه. تمام؟ فرح نرجع ناخد الأسيد والبيت ناخذ عنهم اللويس والبرونثيدولوري وهدول الشلة وأرهينيوس ونعمل لهم ارتباط بالأورجانيك، يعني على أورجانيك ماتيريال، على أورجانيك كومباوند، نشوف الأسيديتي والباسيسيتي على الأورجانيك كومباوند. لهون أنا بستكفي اليوم، ما رح أعطيكم أكثر من هيك، فإحنا بنكون وصلنا ل 30، وصلنا لسلايد رقم 30. بتمنى منكم بس أنزلكم هاي المحاضرة ترجعوا تسمعوها وتشوفوا أنا شو كيف شرحت عن البولاريتي والبولار بوند وهذا الحكي. في حدا عنده أي سؤال؟ في حدا عنده أي استفسار؟ دكتور تفضلي. دكتور ممكن ترجع للسؤال اللي حليته لأني بصراحة ما فهمت أغربك. أوكي حاضر. اوكي شوفي شو في عندي انا هون يا ليان، طلع شو في عندي. جيت قلت لك انا عندي خمس مركبات بدي اقارن بيناتهم بالبويلينج بوينت. تمام؟ المركبات هم كحول والكينات او الكانات. انا كم نوع من المقارنات عندي؟ عندي مقارنات في الدايبول دايبول اللي هو في البولاريتي، وعندي مقارنات في الكتلة المولية، وعندي مقارنات في البرانشينج، صح؟ وبنعرف احنا انه اي مركب بولر دائما بيكون اعلى بويلينج بوينت. مين في هدول يا ليان بولر او عنده هيدروجين بوند؟ هذا وهذا، معناته هذول الاثنين اعلى بويلينج بوينت ولا لا؟ في الخمسه، مش هذول الاثنين بالخمسه اعلى بويلينج بوينت؟ كيف عرفت؟ هذا عنده كحول يعني هيدروجين بوند، وهذا عنده كحول يعني بيعمل هيدروجين بوند، والباقي نون بولر موليكيول، مش هيك؟ بيان. دكتور معك صحيح. هون دكتور كمل. تمام، معناته هدول الاثنين اعلى بويلينج بوينت. هلا بنيجي بنقارن بهدول الاثنين، طبعا هدول الاثنين ديفينيتلي اعلى بويلينج بوينت من الثلاثه الباقيين. هلا بنيجي بنقارن مين اعلى بويلينج بوينت في هدول؟ اللي ما في عنده تفرع. ايوه، للي ما عنده تفرع، لانهم الاثنين هدول نفس عدد نفس الكتله الموليه، معناته هذا رقم واحد في البويلينج بوينت وهذا رقم اثنين. هي عرفنا اول اثنين بالترتيب. هلا نيجي للثلاثه الباقيين. الثلاثه الباقيين عباره عن هيدروكاربونز نون بولر، وبما انهم نون بولر معناته اللي اقل كتله موليه فيهم هو اقل بويلينج ولا لا؟ مين اقل كتله موليه؟ النيوبنتين، معناته هذا اخر واحد، اخر واحد او اقل بويلينج.
هذا أقل بويلينج. ليش أقل؟ هذا أقل واحد. ليش أقل واحد؟ هذا لا عنده هيدروجين بون والكتلة المولية تاعته أقل واحد فيهم. مين ضل عندي؟ يعني هذا رقم خمسة. مين ضل عندي؟ أعرف مين ثلاثة وأربعة. بما إنه الهكسين ست كربونات واللي فوق ست كربونات، هذا بدون تفرع معناته ديفينيتلي هذا رقم ثلاثة، وهذا التفرع معناته هذا رقم أربعة. هاي الترتيب تاعهم، شفتي كيف؟ آه دكتور هسه فهمت. تسلم دكتور. لو ما كان في رابطة هيدروجينية بيجي بعدها إنه ندور على دايبول دايبول؟ صح، إذا ما في هيدروجينية مندور على الدايبول دايبول. حدا عنده أي سؤال تاني؟ يعطيكم العافية. لا ما في. نراكم على خير إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور.